الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا كفر الله عزرا وحمستخ الحلقة 25 النقاش والجدال لحلقة الله ديب سلس أكان لنك فلاته ك 27 والتابعة متابعة إن شاء الله من 25 26 27 إن شاء الله مثل متابعة أدي يعني مرحلة رابعة دي بقيسو بديل أولا دي بستهزاء وسخرية بقيسو حرد دي بمانع قيسو حرد دي بتكذيب قيسو أدي يعني نقاش والجاب دي ونتباكو ناقش ونجادل واللندر بقانطو وتم بلعلو والنبي صلى الله عليه وسلم ردد بمعلا وربك ما وحي كرب على ولا دعوة كوت قيس على دي بالله كانت هذه قسمة حلقات تلا أدي إن شاء الله مدير المؤلف وكفوت وكفى على رواد هنا مسرق الرأي جزاكم الله خير. النقاش والجدال وكان ثلاث قضايا استغربها المشركون جدا وكانت هي الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين وهي التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت فكانوا يتناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها. طيب دي بثلاث ساعات ركزوا كل الموضوع لنا يوم ولا خلافهم ولا نقاشهم ولا استغراب لنا يوم ولا آبهم دي بلان ثلاث ساعات على المشركين الأبوال علي وهتميتا وشيء أساسي ودو ومبقص دي بجي دالهم ودي با انكارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كرب ولا أبوال علي وقد أبو امتبا خلاف للحصل على ميجن دبيلو حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين وهي حتى التوحيد إذني إلا أسلام لنا هنا كل اللي نعبد إلا تحاي ولا وعريه ولا فلان ولا إجات ولا قلي ولا قلي إلا كل اللي نعبد أور ربك من دبيلو لأن دبيلو لحتى كان إيد لرسالة إذا النبي صلى الله عليه وسلم قودي بمرأة رسول كفو بشر من تو قودي كور رسول دبقى يتيم من بنتو لهم حزماء لهم كبار لهم غلاء نبهلو كلهم يقول يتيم يقول له أوري تاي المسكين اللي قال يجيبوا خود يريد أبقى إن دبيلا ونوع من حسد ونوع من نقرات ونوع من عاقيات اللي كل شيطان وساوي استخدم على وحاول أن أعيه نفسه من التبع على وباللي يعني يقول لنا أخشى على ولا سال سيد البحث بعد الموت لا سال سيد سنوات كمان يعني لا حيوت ولا أقبالات حق الموت ثلاث سنوات توحيد ورسالة وإنسان حقوميت كفى الحياة كفى العقب البعث كفى ماتي يوم القيامة كفى ماتي كفى إنسان حقوموتها الحياة يقول له ثلاث سنعات للتهاجة وحلو إنسان حقوموتها خلاص لبدا على وطن بدير ورسول من بشري جبيل الله علو ورب أورو تبدا على أورو كان كم سرح ده هواه والعبد على وقال هنا النبي أبيود هو النبي إلى يوم رب أورو تبدا عمده وأنا رسول من رب العالمين على رب كلفين والقرآن وحي تبدا ليوم وكل أن إذنيني توحبا من ميتين إن عبدت ربك اللي حيناتو وربك اللي حاسبناتو دفع فعلنا ودبع قوالنا ودبع عبالنا وإن حياة الدنيا ربي كفأنا بوديبا كفأنا حيش ديبا أقبي أرئينا وطريقة أرئينا فالصلايا قلنا حتى يتركان رب العالمين من ديلا يوم اللي أبوه كاللي اللي أنقروا هي بعيد إقلوم للعجب والتهوى نفسهم لقويز وشيطان وسوس إقلوم إلى حدو ولخلاف دي بلن ثلاث سنعات بنسبت اللي دي بلن عليها. طيب فأما البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي فقط فكانوا يقولون من اللي علو يعني متخيلي علو الإنسان عقميت كاري الأقبل لحية الذي أحياها ولا مرة يميتها ويحييها وينشيها ربنا وجدنا من عدم اللي جاء لي تعقلهم والتنبيهم ما تعالوا لستنكور عليه إنسان عميد خلاص رفات قلبي وعزام قلبي والأنتهي ولا تحلل وتعبل قلبي وكان حياة ألبوني للعرو وحياة حتى يهدي بنا الدنيا للعرو لكن حياتنا يبرزق حياتنا يقبركم سنة الليت وحر بعثكم سنة الله وحقوها لمنظره الدائم أو دي الساتة أو دي الجنة اللي لأموري عليني سكى النبي صلى الله عليه وسلم بيين لهم وتعلم بيين أبا لا استقبل لهم إلا المؤمنين رب المحبين اللي آمنوا. طيب فقد والاستغرار والاستبعاد العقلي فقط فكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لم يغوثون أو آباؤنا الأولون
أإذا متنا، يعني استفهمت سؤالته، أإذا متنا وكنا ترابا، إذا متنا خلاص تحلل وتقبل جبانا ورعت موتات جبا لسد تحلل ورعت موتات قبل جبا كالي إن حياته ربنا اللي بلا سناته ولا أبونا الأولين نبدير قدم نرى متو اللي ما قبل أقبلوته اللي إنده بيرا اللي ما سلسة أعلى وإن القرآن ده من عالمين كريم بسورة الصافات بيلا أإذا متنا وكنا ترابا وأجاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد في سورة قاف خلاص موتنا من قبل وإذا قبل أنا من قبل كارينا قبل للبلور أي على قلون ورب العالمين بلا خاطب يوم وكمان بلا علو وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة اللي بلا علو يعني أنا ودي بناس قدام احراز قاعد عاوى اشلاء قبا وفتتا وسقاهو من حدفه وغروبو من عد موتاتو اللي يغوج عبال قبا وانتهاو كل شيء حقوه لعقبلك بشر قبيك لتحاسب الناس الدحنوتو كفا خلق جديد قبيك كفا ماتي كفا الحياة بيقول الدبيلو بيقول التشويش وبيقول الجدال وبيقول النقاش لتاد بيبو قبا حلو واللي هين رب كل حفظي جنة ودي القرآن منتو كري جنة حناء لما تقلو وحناء لما استفيد منه وحن بيبقى كان عباي لما يديو وقلنا لخاتم الباء وروحتنا لما نقف الباء ومجتمعنا وعدنا ودعواتنا نتمت الباء ورب لنا نتبع الباء وأن يعني رب لنا أخلص الباء وأن لنا نتبع الباء قبي قلنا رئينا رب العزة والجلال لهم علماء ولهم دعات لهم حقيقة لنا لعلمك إننا قلت منا وحنا قلنا استفيد وقلنا نتبع وقلنا نحرر وقلنا نحلل كمان كلام على بس أننا قلنا استفيد منا وتروحتنا لما تطبقه وتمجتنا عن متحدينا اللي تلمون وقال قائلهم أورمنا شعراء بيلا أموت ثم بعث ثم حشر وقال قائلهم أورت منهم أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو يعني كهوت بيلا موت كويس وحر بعس وحر كمان حشر لكل حلا لأنكور على ولأستنكور على ولأستغرب بي وعلو لأمنع بي علوني إبني مؤمنين يعلوني ويا رسالتنا يا النبي الحد ويعلو وقد رد الله عليهم بأنواع من الردود حاصلها أنهم يشاهدون في الدنيا أن الظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه والمسيء يموت قبل أن يعاقب على سيئاته فإن لم يكن بعد الموت يوم يبعث فيه الناس فيؤخذ من الظالم للمظلوم يجزي المحسن الصالح ويعاقب المسيء الفاجر لا يستوي الفريقان ولا يكون بينهما فرق بل يصير الظالم والمسيء أسعد من المظلوم والمحسن التقي وهذا غير معقول إطلاقا وليس من العدل في شيء ولا يتصور من الله سبحانه أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الظلم والفساد قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الظالم ما دي بدنا نبر أورا من ناسين منه ومظلوم حقون دي ناسين من ميت ومحسن أور حسنات من دي رهيبه حسنات دي وحسان دي من ميت ومسيء سيئات مقابلة دي ناسين من ميت وفاجر وتعالح وسعالح وكل ميتوكم سنت نبركم سرحلوكم سرحل موته والحياة لمنظومة لنايا ولا قيامة ولا منبرها وكل ولا فتحة ولا قانونة إلا قبل إبت جبه كمسال جبه منبرة الله سبحانه وتعالى إن وده يكونين الله عدالته بالظالم ظالمته وبالحق وبالبع الحق حقته وبالبع المحسن محسنته وبالبع المسيء سيئته الله سبحانه وتعالى العدلته وعادلته وعدل علمينا ودين لك جنة والنبي لك جنة عدالة عشان كده ربي له بالله ما لا إلا انتمت بلا لكم وده لكم عقل يقبلوني لأن رب خاطب يوم وبيلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين مجرم ظالم ومظلم حتى دم يكونني ما لكم كيف تحكمون عقل ربكم كيف تحكمون لكم الذين لما هنا بعقل مثل عقل الذي وافق دينته من عقل رب الله ما تعالى القرآن من
العقل اللي تكبطته ولا الامن به ولا نفس تطمئن له، لانه كل عدالته وحق وايمان وانصاف لا شرح ولا الحكة ولا دقن قرانته. لا دي بسورة القلم تبعيات. وقال سبحانه وتعالى: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات سبقوا لودوا جروعات وتعدي وظلم وتجاوز وسيئات يلقوا يعني ما يبالوا يفرهوا يخجلوا يأسحيا على بوم قلق على بوم اليوم حسب عليهم ولا مصل عليهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لآمنوا بربي وبنبي وبالآخرة وبعث وبحشر وبقيامة إلي كل أمه أبا أركان الإيمان كلهم لآمنوا إلا أركان الإيمان ستة بلنا آمنوا ولن طبقوا إلهم كلهم أولا آمنوا حقا آمنوا كمان إيمان بني إذا قبل أنه إيمان بني نفيان بالعمل آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان لابد أن يتبعه عمل. عمل كنت بقلبك وبعقلك كبتك لدعوة كبتك لرسالة أدم الله حر لإيمان اللي بعمل بجوارح طببه وبينه وبرهنه ورئيه بالأدام بالأستفيد منه وأنت كمان بالأستفيد منه باطنا وظاهرا طبقه وتبع من جوفك من جوا ومن ظاهرك بعدك بكل روحتك وبكل كمالك ظاهرا وباطنا طبقك من جدي ده ينسجم الإيمان مثل عمل والعمل لازم قرين ناي عمل مثل قلت بقبل الإيمان. أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم حتى من بيوم يعني موتوا من قبل وحياهم من قبل ساء ما يحكمون لحكمتهم وحكم لكم حكم ناجور وناجرم وناي باطلتوا ودي بقول لك كل سامع لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.